السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، وأهلا وسهلا بكم في هذه الدورة المصغرة من دورة الأنمي ستوديو. وقبل لا أبدي بالفكرة العامة عن الدورة، أحب أن أعزي كل أهلنا في جمهورية مصر العربية للمصاب الجلل اللي أدى إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين الآمنين المؤمنين في مسجد الروضة. الله تغمدهم الله برحمته الواسعة وأدخله فسيح جناته، وذلك لعمل إرهابي جبان. وهذه هي سنة الحياة، يعني كنا ماشيين على هذا الطريق، واللهم صبر كل عوائل الشهداء من الأطفال ومن الرجال الذين كانوا يصلون في المسجد ونالتهم يد الإرهاب. يا رب احمي شعبنا العربي في كل مكان من المحيط إلى الخليج. احنا طبعا هذه الدورة بمقترح من صديقنا سامي المحترف المصري من قناة كل يوم قصة، يعني أراد طريقة. طبعا هذه القناة هي بها قناة حكايات وحكم مهمة جدا، يعني أكثرها تعليمية وأكثرها موعظة. اللي طلب من عندنا الأخ أن، أو إحنا اقترحنا بالبداية، يعني من شفنا هاي الفيديوهات قلنا ليش ما تصير هاي الفيديوهات عبارة عن كارتون يوصل للطفل، يوصل للإنسان أفضل من أن تكون صورة ثابتة. فصديقنا المحترف المصري في كل يوم قصة أو حكمة استجاب مشكورا لهذه الطريقة. طلبنا احنا من عندهم يعني صوت حتى نشتغل عليه الطريقة، وهي هاي الطريقة راح تصير عبارة عن دورة مصغرة بالأنمي ستوديو. احنا الدورة الكبرى ذي اخذناها، هذه دورة مصغرة راح ناخذها بالأنمي ستوديو. طبعا هذه الدورة المصغرة راح تكون كالآتي، يعني راح ناخذ فكرة عامة، رسم الشخصيات، تصميم العظام والأكشن، رسم الخلفيات، وضع السيناريو وستوري بورد، تصميم مشهد، وضع الصوت، التحريك وحركة الكاميرا، والإخراج الأخير والتصدير، ومرحلة المونتاج، ووضع المؤثرات الصورية والصوتية وتصدير المشروع. هي هذه الدورة اللي راح ناخذها اليوم، وإن شاء الله يعني تفيد كل أصدقائنا، إن شاء الله أصدقائنا يستفادون من عدها. اليوم هي فكرة عامة عن مشروعنا اللي راح نشتغله احنا شنو. طبعا صديقنا أرسل لنا صوت، والصوت هو عبارة عن راوية يتحدث عن الصدقة وأهميتها في حياتنا وأهميتها في دفع الضرر والبلاء عن كثير من عندنا. طبعا الصدقة موجودة في كل الديانات الإسلامية، في كل الديانات السماوية، إسلامية كانت أو مسيحية أو يهودية أو صابئية أو كل الديانات المنزلة من السماء فيها صدقة. هذا الموضوع جدا مهم. طبعا الصوت هي عبارة عن راوي يروي القصة كاملة، ما موجود حوار، الحوار غير موجود داخل الفيديو الصوت المرسل، وإنما الراوية هي التي تتحدث بالحوار، يعني الراوي العالم يسمونه في النقد الحديث. هذا الراوي اللي يعرف كل شيء، طبعا تحكي القصة لمجموعة جالسين. احنا من راح نشتغل راح نرسم الراوي ونرسم الشخصيات اللي جاي تستمع له. راح ينقسم طبعا السيناريو، قسمنا الى قسمين، القسم الاول اللي هو الراوي مع المجموعة، والقسم الثاني هو تجسيد ما يقوله الراوي، تجسيد الحكاية سواء كانت من الأم والبنت والطبيب، امرأة مصابة
بالسرطان تطلب من زوجها أن يجلب لها ماكنة حلاقة يوميا، يعني قبل لا يتساقط شعرها، وتعرف هاي حالة نفسية، فتقوم بحلاقة شعرها. لكن بتها تقول لها ما يصير، أنا يوميا تصدقت وطلبت من رب العالمين أن يحميك وأن يشفيك. وبالفعل الأم عندما تذهب إلى الطبيب قال لها لا تحتاجين إلى جرعات الكيمياوي لأنك غير مصابة بالمرض، والله سبحانه وتعالى دفع عنك هذا البلاء، واعتقد أن هي الصدقة هي التي دفعت هذا البلاء. هي هذه هي فكرة كل الموضوع اللي راح نشتغله، كل الموضوع اللي راح نشتغله. احنا راح بالنسبة للشخصيات راح ناخذ شخصيات جاهزة من الايكلون، قصدي من الانمي، الشخصيات الجاهزة الموجودة راح ناخذها حتى نسرع العمل. يعني كل حلقة من هذا الشرح راح يكون ربع ساعة، ربع ساعة بالشرح حتى ما نطول عليكم. هي هذه فكرة. احنا راح يقسم، راح نسجل، راح نسوي الراوية مع الاشخاص كلهم في فيديو واحد، في مشهد واحد كامل من الاول للاخير، وبعدين من نروح للمونتاج نحاول ان نقطع. اول مرة نسوي الراوية كاملة هي مع حركتها، مع الفم اللي تحكي، مع انتقالات الكاميرا إلها، وبعدين نشتغل مرة ثانية نفسه همين ايش قد يطول، مثلا يطول دقيقتين البنت مع الأم مع الدكتور مع الطبيب، وتصير انتقالات بين الراوي والحكاية، يعني الراوي والحكاية كل ما حكت شغلة مثلا راح تطلع تجسدها البنت. انتظرونا ان شاء الله، وتابعونا، تابعوا بهاي الدورة، يعني نتمنى ان تتابعوها لان بيها شغلات مفيدة راح نجيبها لكم، وان شاء الله تستفادون من عدها جميع من في هذه اللي تابع هذه الدورة. احنا طبعا الانمي استوديو راح نستخدمه، راح نستخدم انمي ستوديو موهو 12. اللي ما عنده موهو 12 يدخل على موقعنا الالكتروني ويحمله، هذا هو موقعنا الالكتروني، تقدرون تحملونه وتشوفون شنو اكو موجودات، يعني الانمي ستوديو تحملوه كامل. وانا البروجكت عندما اكمله راح ايضا ارفعه لكم حتى تشوفون طريقة عملنا سواء كانت الخلفية أو الشخصيات. احنا هذه هي الفكرة العامة. راح نستخدم أيضا، ربما نستخدم برنامج الفوتوشوب، احتمال نستخدمه، وراح نستخدم أيضا برنامج البريمير، وإذا احتاجينا البرنامج أدوبي أوديشن بالنسبة للصوت أو المؤثرات إذا نحتاجه راح نخليه ويانا. هذه هي فكرة عامة عن الدورة المصغرة اللي راح نبدي بها اعتبارا من هذا اليوم، يعني يوميا احنا راح ننزل درس بها، يوميا درس أو درسين نشوف اللي نقدر احنا نشتغله إن شاء الله. بالأخير تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.